تحدي التحدي قومي دافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قول لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه؟ اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده هنناقش موضوع من المواضيع اللي تخص الشباب. وزاره التموين اعلنت عن طرح 350 سياره مبرده، يعني عربيه بثلاجات، علشان يستخدمها الشباب او من باب المساعده او المعونه او الدعم للشباب علشان يستخدموها في السلع او بيع السلع او الاسواق او ما الى خلاف ذلك. 350 سيارة، في ناس شايفة ان العدد قليل جدا، شايفة ان في اشتراطات قاسية جدا، ما يقدرش الشاب من دول ان هو يستحمل هذه الاشتراطات. يعني علشان تقدر تطرح دعم للشباب لابد ان يكون دعم حقيقي وليس دعم يعني شكلي او صوري او منظر. هناك جانب اخر يقول لك لا، ده دي خطوة مميزة ومتميزة ان هناك دعم للشباب من خلال السيارات، وله وجهة نظره في هذا الامر. سعدنا وشرفنا الحديث حول هذا الموضوع ضيفي الكريمين الاستاذ محمود عبد اللطيف رئيس جريده صوت الشعب المصري. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك. شرفنا والله. معايا على الجانب الاخر الاستاذ عبد العزيز التهامي المستشار القانوني والمحامي. اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز. اهلا بحضرتك يا استاذ سامي. اسمح لي يا استاذ عبد العزيز ابدا مع الاستاذ محمود وهرجع لحضرتك تاني. اتفضل. يا استاذ محمود، وزاره التموين زي ما قلنا بتعلن عن طرح 350 سياره مبرده او بمبرده للشباب. تعليق حضرتك على هذا الامر. بداية استاذ سامح عشان بس اكون واضح، انا اعتراضي على المشروع، يعني انا لا اعترض على الفكرة، الفكرة كويسة، لكن انا اعترض على الاجراء التنفيذي او الشروط التنفيذية او على بعض محتويات التكوينية للمشروع نفسه. يعني فيعني انا شايف ان المشروع في حد ذاته تعجيزي للشباب. تعجيزي للشباب. تعجيزي للشباب، لان المشروع دوت لما يطرح واطلب من الشباب يدفعوا مبلغ 73,200. لا قبل ما توضح لنا تعجيزي للشباب، انا لازم انتقل للاستاذ عبد العزيز وهرجع لحضرتك تاني عشان نعرف يعني ايه مشروع تعجيزي للشباب. يعني ايه مشروع تعجيزي للشباب يا استاذ عبد العزيز؟ هو طبعا على حسب ما الاستاذ محمود بيقول دلوقتي مشروع تعجيزي، ان هو دلوقتي ان انت بتطرح الفكره وفي نفس الوقت كده مش هتنفذ الفكره. تمام. بس هو قال انا معجب بالفكره في حد ذاتها. تمام. هو انت كفكره لو انت موافق على الفكره من بدايتها المفروض ان انت تدعمها، مش بتعترض عليها. قول لو انت شايف فيها سلبيات قول. اذا ترى هناك تناقض في كلام الاستاذ محمود؟ اكيد في تناقض طبعا في الكلام. زي اتفضل. يعني دلوقتي انا بقول دلوقتي الاستاذ محمود بيقول انا المشروع على ليه اعتراض عليه من ناحيه الشروط التنفيذيه، وان هو فيها شروط تعجيزيه. تمام. الشروط التعجيزيه اللي هو بيقولها دلوقتي، انا عارف ان السيارات اللي موجوده دي اللي هي تم طرحها بالفعل للشباب، افضل ما الشباب تقعد عندي على المقاهي، او افضل ما تبقى موجوده في الشوارع، او افضل ما احترام الشديد في الفكره كلها في الاساس، ما ان انا اخد الشباب لاتجاه اخر. تمام. الاتجاه الاخر انا دلوقتي عاوز اعمل عندي بنيه إنسانية موجودة، تنمية بشرية موجودة، أنا عشان أنميها لازم أخلق فرص عمل. أنا دلوقتي بخلق فرص عمل كمؤسسة، لأن الموضوع ده بيضر إدارة مؤسسية كاملة. فعشان أشتغل صح أنا بطرح الفكرة، مش شرط أن أنزل 1000 سيارة دلوقتي أو 2000 سيارة أو 5000 سيارة، من الممكن أن أنا أنزل بالفعل الحاجات دي، ولكن أنا نازل بتجربة زي ما الخبر شغال دلوقتي 350 سيارة. هبتدي بيهم الأول واشتغل بيهم، أنا هشغل بيهم أكثر من فرد، مش فرد واحد، مش هيبقى 350 فرد على 350 سيارة، لأن اللي أنا عارفه عن الفكرة بحالها أو عن المشروع بحاله إن السيارة هيبقى فيها أكثر من شاب أو اتنين أو ثلاثة. ايه ده يعني العربية الواحدة هيبقى ياخدوها اتنين او ثلاثة؟ المفروض ان هو بيشترك فيها اتنين من الشباب او ثلاثة او فرد. هي العربيات اللي موجودة عليها. هي اللي موجودة. لا انا قريته قبل كده استاذ محمود. هي دي المبردات اللي موجودة. المبردات اللي موجودة مش نفس العربية دي. هو اعتقد انها اصغر من الحجم ده بشوية. بس لا اقصد فكرة المبردة نفسها. الفكرة. يعني كفكرة هي بس عشان نوضح للسادة المشاهدين. هي دي فكرة العربية المبردة اللي هي مقفولة من. مقفولة من الخلف. هي دي اعتقد اللي هي تعتبر نصف نقل. يعني زي نصف النقل. مقفولة بصندوق من الخلف اللي هو بتلاجة. تمام. لان ده
معلش يا فندم، انت بتطرح طيب. دي على كم فرد من الشباب؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي يعني 1000 شاب، ايه 1000 شاب تعينوا في الحكومه مثلا يعني، وايه 1000 شاب نزل لهم عربيات؟ مش موضوع حليت مشكله بطاله حضرتك بال ده بيحل جزء من البطاله يا استاذ محمود. يا فندم احنا بنعاني من 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 عقم فني، عقم في 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 كيفيه اداره الدوله بالشكل اللي بتتكلم فيه ده. لما طبعا لما يعني نتكلم في اكتر من 20 مليون شاب موجود وتيجي تقول لي انا اوفر 350 سياره هتخدم 1000 شاب، ده تهريج. ما هو ال 1500 شاب ب 1500 اسره، الاسره فيها 3 و 4 افراد، وال 20 مليون اسره التانيين يعني واحده واحده يا استاذ محمود. بس خلينا براحه، انا معاك في ان كان في سوء اداره موجود في بعض المؤسسات او في مؤسسات كتيره موجوده في الدوله، لكن انا لما ابتدي ابني دلوقتي انت ما تهدنيش يعني، مع احترام انا هبتدي. انت شايف ان الاستاذ محمود بيهد الفكره كده او الكلام هيبقى كلام هدم. انا دلوقتي لو انا عاوز اتقدم خطوه لقدام، الخطوه لقدام انت بتقول لي ما تمشيش. طب وانا دلوقتي عاوز اتحرك، عاوز احرك الشباب. مش هيحصل يا استاذ سامح بين يوم وليله ان انا هغير كون بالكامل. يعني يا استاذ محمود يعني تتحدث حديث متناقض وتدعو الى هدم الافكار وهدم الشباب. لا يا فندم عفوا، انا لا انا ما احبش ان الكلام يتاخد بمحمل غير صحيح. انا لا ده حد قلت كده. لا انا بتكلم يا فندم على الكم من الشباب اللي موجود في الشارع المصري. أنا معاك اللي هو بيحتاج يعني لرحمه من الدوله ان احنا نوفر له فرص العمل ونوفر له مشروعات، وفي الاخر بتحمله عبء مادي. الشاب لو معاه 75,000 جنيه النهارده مش هيفكر ولا هيبص للدوله ولا هيبص للروتين بتاع الدوله عشان خاطر اعمل مشروع. ليه يا استاذ محمود؟ وال 75,000 جنيه يعملوا ايه؟ ما احترامي في اللي احنا فيه يعني هيعمل حضرتك يمكن. لا انا لا اقصد شويه، لكن انا افقر عباد الله الى الله على وجه الارض الحمد لله رب العالمين. اما الى العباد فلست بفقير. جاي تقر على الراجل يعني كفايه الحاجات الثانيه يعني الحمد لله رب العالمين. اللي انا اقصده ايه؟ ان انا دلوقتي زي ما حضرتك بتقول في بطاله، في مثلا جزء من الشباب قاعد في، لكن في جزء من الشباب لا يريد ان يعمل يا استاذ محمود برضو. ما هو انت ما تجيش تستنى دلوقتي. انا لو انا عن نفسي جالي قبل كده 3 4 خطابات تعيين في الدوله، رفضت التعيين في الدوله لان انا ارغب في شيء معين في العمل الحر. تمام. في غيري بيحب العمل الحكومي او العمل المؤسسي. كل انسان له وجهه نظر وله رؤيه في مستقبله، وده حاجه طبعا بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في عندك بعض الشباب بالفعل محتاج ان هو مشروع زي ده، لو في سياره هيشتغل عليها او هتبقى مملكه ليه بعد فتره، الراجل هياخدها. تمام. على فترات. تمام. زي ما احنا عارفين. طب يا استاذ محمود حضرتك قلت ان في شروط تعجيزيه وقطعت حضرتك ورحت للاستاذ عبد العزيز، ايه توضح لنا بقى ايه هي الشروط التعجيزيه اللي انا 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 معلش يعني عليها. النهارده انا كوزير التموين لما اجي اطرح مشروع زي دوت على شباب، انا عارف ان الحاله الماديه بتاعت الشباب اللي موجود حاليا صعبه والناس بتعاني. يعني الاف الشباب بيعرض يوميا لحاله من الاغتيال النفسي والمعنوي. الشباب خلاص يعني اصبح في حاله يعني مش قادر اوصفها. يعني انا شايف ان الشباب اللي انا بشوفها في الشارع اللي منهم اخويا وابن عمي، الناس دي خلاص تعبت، مش قادرين يواكبوا تعبوا من الحاله المعيشيه اللي موجوده وعدم توفير الفرص. إيه؟ يعني توفير الامكانيات ان هم قوت يومهم يعني قوت اليومي. يا فندم بيشتغل النهارده ماشي، اشتغل الشاب بيشتغل. تمام. ما هو كل الشاب بيشتغل، مفيش حد ما بيشتغلش. خلاص يبقى ليه يعني؟ انا بتكلم على الدوله، دور الدوله هنا فين؟ مسؤوليه الدوله يعني المسؤوليه اللي تتضمنها الدوله. الدولة تبدا ببث مشروع، تبدا ببث مشروع اول ما برس تبدا بفكره. اول ما الدوله بثت مشروع تبدا بفكره عليه. انا مش معترض على المشروع كمشروع، قلت الكلام ده في بدايه حديثي مع حضرتك. تمام. انا معترض على المشروع دوت في كمضمون يعني فكره ان انا الزم الشباب ب 73,000 جنيه في 3 شباب مع بعض يبقوا معاهم 73,000 73,200 سيادتك زي ما الخبر ده. دول ايه قيمه ايه؟ ده قيمه دفعه مقدمه. يعني انا كشاب اروح ادفع 73,000 73,200 كده هم بيدعموني. بعد كده بياخد قرض من البنك والبنك يبتدي يقسط. البنك ده هو مش بيدفع يا استاذ سامح على حسب. لا بيدفع يا فندم. بيدفع افهمني يا فندم. بيدفع يا فندم 73,000 واللي انت حضرتك نص سمحت نص معايا يا فندم. اتفضل يا استاذ. يعني هنا النص بيقول لك ايه؟ المشروع يتضمن حاليا 350 سياره مجهزه كمرحله اولى بحموله 5 اطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات. وسيقوم الصندوق الاجتماعي 5 اطنان بالعربيات اللي هي اصغر كبيرة اللي شويه الحركه كنت جايبها. لا اصغر منها يا استاذ سامح. لا 5 طن دول العربيات. تمام. مش موضوع اختلاف يعني. تمام. بتوفير قرض لتمويل 70% من اجمالي التكلفه الاستثماريه للمشروع بالاضافه الى مصروفات تشغيل راس المال على ان يصل مجموع مساهمات الثلاث افراد المشتركين
الى 73200 جنيه لكل سيارة تسدد دفعة واحدة في بداية المشروع. منين يا فندم؟ منين؟ شايف ان مفيش قدرة. انا شايف ان الشباب يا فندم الشباب تعبان، مفيش امكانيات لدى الشباب انها تعمل مشروع زي كده. احنا بنقول الدولة لما تيجي تعمل مشروع يا استاذ عبد العزيز استاذنا الفاضل المحامي الكبير، لما تيجي تعمل مشروع للشباب ونقول ده مشروع للشباب هتدعمه الدولة، يبقى فعلا يكون مدعم من الدولة. انما احنا بنعمل صيت اعلامي، بنعمل هوجة اعلامية عشان الاعلام يتكلم يقول ان وزير التموين عمل والحكومة عملت. لا الوزير ما بيعملش، هو دي مؤسسة كاملة يا فندم. انا بتكلم على الدولة، وزير التموين ما هو الا موظف في الدولة، والرئيس موظف في الدولة، والرئيس موظف في الدولة، والرئيس موظف في الدولة. مش مشكلة لما عندنا. اكون انا عندي الامكانيات والحكومة عندها يعني تقدر توفر الامكانيات بكل. طب انا طيب يا استاذ محمود هنرجع لك يا استاذ عبد الله. يعني نعمل حاجه للشباب يا استاذ سامح، هنتكلم على شباب محتاج دعم مش طيب. محتاج تعجيز النهارده عشان احمل الشاب 73000 جنيه في مشروع لا يضمن المكسب فيه او الخساره طيب. وفي الاخر يا استاذ يجي نحاسبه ويتعرض لديون للبنوك ولسه الديون اللي شايف ان وزاره التموين بتتلاعب باحلام الشباب. طبعا يا فندم تتلاعب باحلام الشباب. طبعا بتتلاعب باحلام الشباب طبعا، دي حاجه معروفه. تتهمها بحاجه؟ لا انا يا فندم انا اتهم وزاره التموين بانها بتحط مشروعات تعجيزيه للشباب وتؤدي الى انهيار الشباب بعد ما يعني تشترك في هذا المشروع هيعرض ل يعني حضرتك بتتهم وزاره التموين بانهيار الشباب؟ اكيد هتعرض الشباب دي لمشروع النهارده هيحتاج لامكانيات عاليه جدا بالتالي الشباب مش هتقدر تسدد قيمه القروض، لان احنا بنتكلم في 73000 جنيه الشاب هيدفعها غير القروض اللي هيتحملها، يعني المبلغ مش واضح قدامنا في الخبر يعني. تمام كلام جميل. المبلغ هيكون كبير طبعا، الشباب هتسدده طيب. منين؟ طيب يا استاذ عبد العزيز بلا شك ان فكره ما بيختلفش عليها الاستاذ محمود، لكن بيختلف على قيمه ال 73000 جنيه. مش من المنطق ان انا اجيب شاب يدفع 73000 جنيه. وقال ان هو اتهم وزاره التموين بان هي يعني بتهدم الشباب ويعني بتصدر قرارات تعجيزيه، ويعني زي ما بنقول اتكلم عن نظريه المؤامره. طيب فتعليق حضرتك على الكلام ده. طب انا هدي لحضرتك مثال بسيط، لو زي الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمود بالفعل دلوقتي ان هو بيتهم وزاره التموين دي هو حريه ليه يتحمل مسؤوليته لا واي حد يقدر طبعا. ينتقد طالما انا بنتقد انتقاد بناء مفيش مشكله عندي. لكن انا لما اقول انها هتهدم الشباب، طب ما الذي يبني الشباب او ايه اللي يبني الشباب عندنا؟ وهل تعتقد ان في هل تعتقد ان في كيان حكومي يهدم الشباب؟ لا اعتقد طبعا. هل تعتقد ان في مفيش دوله ناجحه يا استاذ سامي على الاطلاق، او دولة بتقول انا عاوز ابقى من الدول الاقتصادية اللي موجودة في الشرق الاوسط او حتى على مستوى العالم؟ لان احنا بمناسبة الاستاذ محمود رئيس مجلس ادارة جريدة صوت الشعب المصري، المفروض ان الاستاذ محمود مع احترامي عنده دراسات وعنده ابحاث وعنده حاجات قرأها، ان احنا بنقول ان مصر دراسات عالمية مش من عندي موجودة للي يقرأ ويبحث، ان مصر في خلال 20 سنة القادمة ان شاء الله طبعا شاء الله. هتكون من افضل 20 دولة على مستوى العالم. ده نتمنى ذلك. لكن انت حضرتك ما بتردش على الاستاذ محمود. ده مش موضوع. انا ما بقولش حضرتك ما ردتش على الاستاذ محمود، طرح على حضرتك لسه بعض الاشياء. حضرتك لسه هرد يا استاذ سامح. لا لا هرب من الاجابه. لا ما هربش من الاجابه الحمد لله. انا اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، انا دلوقتي انت بتقول ان انا بهدم الشباب. طب ايه اللي يبني عندي الشباب؟ ان انا اقعدهم على المقاهي؟ ايه اللي يبني الشباب؟ ان انا اخليهم يبيعوا برشام؟ ان انا اخليهم يبيعوا مخدرات؟ مع احترام الشديد يعني. خلينا ثواني يا استاذ محمود بس خلينا بس هنكتمل بس. تعالى دلوقتي ونقول لكل شاب الدولة هتدي لك 100000 جنيه في ايدك مثلا، هتدي له فلوس في ايده، ماذا يفعل بها؟ في كثير من الشباب هيقول لك انا هقعد اصرف الفلوس وسلام عليكم كل سنه طيب خلصت. لكن انا دلوقتي كدولة بدي لك دلوقتي المشروع اللي انا بديه لك، حتى ولو كان البعض بيعتقد ان هو فيه يعني حاجه جزافيه او مغالاه او الكلام ده كله، تعالى نحسبها صح. نحسبها ونقول دلوقتي انت هتاخد السيارة دي 3 اشخاص، هل ب 73000؟ لا دي مقدمة. طب هل السيارة بس لوحدها؟ لا ده انا هديك معاها زي ما هو موجود بالفعل منتجات اللي انت هتبيعها سواء كانت خضروات او لحوم او غيره. واحنا شفنا ان في بعض الحاجات دي نجحت عن طريق الحاجات اللي بيعملها او بتعملها القوات المسلحة دلوقتي، حتى يعني في البعض يقول لك ان اللحوم بقت ب 50 جنيه واللحوم جميله جدا. ما بالنا ان احنا عند الجزار اللي انا بروح له او غيري بيروح له ب 80 جنيه وب 85 جنيه بل اكثر من كده في بعض الاماكن. يعني حضرتك مش شايف ان دي مش شروط تعجيزيه؟ مش شروط تعجيزيه يا استاذ سامح. يعني اي شاب يقدر يجيب 73؟ لا لا لسه هرد برضه على الاستاذ محمود في حاجه.
المبلغ اللي هيدفع، لان قال ان في بنك هيضمن، اذا يبقى انا في عندي عقود او عقد ثلاثي هيتعمل، عقد ما بين الشباب وعقد بين البنك وبين وزاره التموين. اللي هيورد الفلوس اللي هي في الاصل اللي هو عقد ثلاثي البنك، والبنك هيبقى على الشباب اللي شغاله. انا يعني مش يعني عاوز ارجع للحته اللي هو ممكن يصير الاستاذ محمود يقول طب ما بنك التنميه والائتمان الزراعي ما الفلاحين اتخرب بيوتها، ما انا عايز برضو اهلحقك لان انت ممكن عارف ان انت هتجيني فيها. فما احترامي. طب قبل ما تلحقوا نطرح سؤال للساده المشاهدين فضل. سؤال حلقه النهارده، ما رايك في مشروع السيارات المبرده للشباب؟ عايزين نعرف رايكم ايه في مشروع السيارات اللي اعلنت عن طرحها وزاره التموين. يا ترى يعني هل في توافق عليها؟ هل في قبول اتجاه الشباب ممكن يقبل هذا الامر ولا هناك اعتراضات؟ يا ريت تشاركونا، والارقام هتكون موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، كان الحديث معاك. قلت ان قصه مفيش شروط تعجيزيه ومفيش كلام من ده خالص، وان انا دلوقتي لو هجيب الشباب بالفعل علشان اديله مثلا، طب هنفترض ان انا لو الدوله هتدعم على سبيل المثال، ليه الدوله بتقول ان الشاب ياخد ويدفع؟ طب ما هي ممكن الدوله بالفعل تطلع مع احترامي مليار جنيه كدعم للشباب وتطلعها وما تاخدش من الشباب فلوس. طيب انا قبل ما يعني، هل تعتقد ان هذه الشروط ليست بتعجيزيه؟ ليست بتعجيزيه. طيب يا استاذ محمود، جبت منين تعجيزيه وهذا السيل من الاتهامات ووابل الاتهامات اللي انت اتهمتها لوزاره التموين والشروط التعجيزيه؟ اي شروط تعجيزيه تتحدث عنها؟ هقول لحضرتك، قول استاذ عبد العزيز قال لك لا في عقد ثلاثي مع البنوك هي اللي بتضمن. اتفضل يا سامح. احنا النهارده كلنا عايشين في الشارع وكلنا عندنا اولاد وعندنا شباب، يعني اذا كان ليا اخوات، انا لسه اولادي صغيرين طبعا يعني ربنا يبارك، اذا كان ليا اخواتي من الشباب او اولاد عمي، كلنا عارفين ظروف الناس دي عامله ازاي. ما فيش شاب النهارده طالع 23 سنه 24 سنه 25 سنه معاه 25000 جنيه، صعب جدا الكلام ده هتلاقيه. بالتالي النهارده انت بتعرض مشروع، هو برضه باكد على كلامي تاني وبعيده، ان انا لا مش معترض على فكره المشروع ولكن معترض على الاجراءات التنفيذيه للمشروع. ما الاجراءات مرتبطه بالفكره؟ لا يا فندم، الفكره ان انا اطرح مشروعات للشباب دي فكره جيده تمام، لكن كيفيه العرض هي اللي فكره انا اعترض عليها. ان انا ما زلت بكرر ان ال 300 ان المبلغ اللي محطوط دوت عائق بالنسبه للشباب، مش هيقدروا عليه. وغير كده انا لما اجي اطرح مشروع زي دوت واتكلم في 350 عربيه وانا عندي الاف من الشباب، يبقى انا يعني بعمل حاجه كده عشان نقول الاعلام، نقول للاعلام احنا عملنا يعني عملنا للشباب. لا، احنا عايزين نعدي بقى المرحله دي. طب المفروض الناس ابتدت تفهم. يعمل ايه يا استاذ محمود؟ المفروض يعمل ايه؟ المفروض يوفر مشروعات، والكلام ده انا بطالب بيه وزير التموين، وبطالب واطالب بيه السيد رئيس الجمهوريه ان هو يوفر مشروعات للشباب دون تحمل اي اعباء ماليه للشباب. هيفشل الشباب؟ لا يا فندم مش هيفشل. صدقني هتفشل يا فندم، مش هيفشل. انت النهارده لما تعمل مشروع، انا شفت بعيني وهرد على حضرتك بقول لك برضه الكلام ده يا فندم، لما تعمل مشروع لابنك وتدي له مشروع قائم ومصدر دخله الوحيد، ودي تعتبر وظيفته اللي دخل منها دخل، انا بعتبر ده يعني يعتبر انجاز من حضرتك عملته لابنك. ابنك كويس. هيحافظ عليه، كل ده كويس، واستحاله ان هو هيخل بمشروع هو يعني مصدر دخله. لو ما حسش يا استاذ محمود ان هو عليه التزام عمره ما هينجح يا فندم. هيبقى عليه التزام، انا ما قلتش برضه حضرتك بفضل حضرتك، انا ما قلتش زي النقطه اللي انا قلتها لحضرتك ان مثلا لو انا اديته 100000 جنيه اديني فرصه اتكلم يا فندم. انا ما قلتش ما تحملش اعباء، انا قلت هتحمل اعباء ولتكن المبلغ اللي تحدده الدوله تكلفه المشروع بالكامل تمام، لكن باقساط. ده الصح اللي احنا كان ممكن نعمله. طب هو ده برضه ماشي مشروع يا فندم، ماشي. ما فيش 75000 جنيه مع الشباب، انا بتكلم نعمل المشروع وكل حاجه دي كويسه جدا ممتازه، لكن باقساط تقسط على مدار مثلا مشروع تكلفته مثلا خليه خمس سنوات 10 سنوات مثلا، يعني 1000 جنيه تتقسط للشباب على 10 سنين مثلا، زي موضوع الاراضي اللي الدوله عطته للناس. بس انا عايز اقول لك مش هينجح. لا يا فندم هينجح يا فندم، ما نفترضش نيه السوق في الشباب، شباب مصر شباب، انا ما بفترضش، احنا عندنا شباب وشباب جميل جدا عايز يعمل حاجه، والشباب اللي عمل ثورتين لازم يكون شباب كويس، والكبار يعني ما عملوش، ما احنا كنا قاعدين في الشوارع. طيب ما انا كنت قاعد في الشوارع في كل واحد دلوقتي يقول احنا عملنا الثوره، محدش عارف مين اللي عمل الثوره. لا لا لا، هو شعب مصر كله يحترم كبير او صغير، بغض النظر ما فيش حد يختص بحاجه لنفسه يا فندم. الشباب لكن دي حاجه اراده الله سبحانه وتعالى. شباب ناجح بدليل ان هم في الخارج في كل دول العالم وفي الداخل يا استاذ محمود وجودهم
وقيادات في بعض الدول من الشباب. طيب. انا معاك احنا طيب. عايزين مش عايزين نصغر من حجم من دور الشباب. طيب كلام جميل يا استاذ عبد العزيز، انت تصغر من حجم الشباب وقلت ان الشباب هيفشل من ده كلام حضرتك. لا 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 قلت ان هيفشل لو خد العربيات الجايه. أيوة الشباب قلت هيفشل وده تشكيك في الشباب وفي قوة الشباب. ما يبقاش انا بدعم الفكره وان انا بقول انها فكره ناجحه وان انا اقول ان انا بقول بعض من الشباب هيبقى فاشل، واحنا عارفين واحنا عندنا شباب بالفعل جميل جدا، شباب مثقف، شباب واعي، شباب يبحث عن عمل، لكن هناك بعض الشباب عاوز اكلني واديني يا بابا. طب اي شاب يتحمل اي شاب يتحمل مقدمه مثل هذه السياره يا استاذ عبد العزيز؟ ده احنا بنقول ان يعني دعنا نلامس الواقع ونتحدث على ارض الحقيقه. ثلاث افراد يا استاذ سامح مش فرد. 25000 جنيه مين الشاب اللي معاه 25000؟ طب واحده بس، ما احنا بنقول اهو ان البنك هيشتغل هو والشاب او هو والشباب ووزاره التموين. العقد الثلاثي اللي بيتعمل او اللي هيتعمل تمام زي العقود اللي موجوده عندنا كلها، واحنا عارفين الاجراءات بتاعتها ان هم بيدفعوا الجزء. زي مثال بسيط، لو واحد دلوقتي عاوز يجيب مفردات مرتب مثلا بتاعه وعاوز يجيب سياره، يعني انت عايز تقول انك قروض؟ ما هو يعتبر انت عايز تعرض الشباب الى السجن. لا 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 مش عايز. لا عايز بقى تسجن الشباب الى السجن يعني 350 سياره. يا جماعه في حاجه بس، اولا انا ما بحبش قصه القروض والحاجات دي، لكن انا بقول دي قروض مع دوله مع هيئه موجوده المفروض بتحميك، زي ما بالفعل احنا كلنا حاربنا قصه بنك الائتمان الزراعي ان هو المفروض يبقى رقيب ويبقى فيه حاجات معتدله. انت عايز تكرر نفس القصه يا استاذ عبد العزيز؟ مش عايز اكرر. انت تدعو الى سجن الشباب؟ لا 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 لا, لا يا استاذ سامع، احنا اللي بنجري ورا الشباب هتقول لي ادعو لسجن الشباب؟ ده كلام حضرتك انت قلت. انا واحده بس فضل. واحده بالراحه بس كده. عبد العزيز محامي بقى عايز يشتغل مع يعني الشباب بعد انتوا كده خلتونا كاننا في جلسه محكمه يعني. فاللي احنا بنقوله ان عندنا بالفعل شباب واعي، شباب ناجح. لكن انا في ناس يا استاذ سامح هتقول لك انا عايز المشروع ده وعايز اشتغل، لان انت دلوقتي لو انت فعلا ما حسستوش ان عليه التزام، صدقني يا استاذ محمود ان في بعض الشباب مع احترام الشديد وامثله كتيره موجوده لما بيجي في جيبه 100 جنيه بيقعد يصرفها وبعدين اما تيجي الباقي. لكن انا لو عارف ان انا عندي التزام ان انا واخد 5 طن مثلا سي مع احترامي ب 10 جنيه تمام على سبيل المثال، واخدها مدعمه من الدوله هبيعها ب 14 جنيه مثلا، يبقى انا عندي المكسب على سبيل الافتراض 4 جنيه، هسد منها 2 جنيه وهاخد 2 جنيه للمعيشه والحياه. تمام كلام جميل. يعني اي شباب يعمل تحت ضغوط في العمل لن ينجح، ده كلام الاستاذ عبد العزيز قال لك، وانا يعني هدي له كده وهيفشل. لا. لازم يبقى عارف ان هو عليه التزامات وعلى حاجه وانت عايز تطلق يده من على الموضوع. احنا ما قلناش غير كده، انا ما قلتش انه ما يتحملش التزامات. امال يا فندم انت بتقول الفلوس مش هيقدر يدفع؟ يا فندم قلت ان هو يا فندم حضرتك يا استاذ محمود، هو الراجل الشاب ده مش بيستلف 100000 جنيه عشان يسافر بره؟ مش بيستلف 60 و80000 جنيه علشان يسافر بره؟ وبيغرقوا في البحر. حضرتك تيجي تقول لي ايه ده، احنا الشباب ازاي ما معوش؟ طب انا عايز هو بيستلف علشان يسافر وبيعدي البحر وبيموت، وجاي حضرتك هنا تقول الشباب معوش؟ يعني لما تيجي الدوله تعمل حاجه نبدا من باب المهاجمه وباب الاعتراض فقط لا غير، بدعوى ان هذا هو يعني للشؤ الاعلامي. اتفضل يا استاذ محمود. يا استاذ سامح احنا عايزين نكون يعني واضحين شويه وعايزين نتكلم يعني يبقى في عندنا رحمه بالشباب المصري، الشباب اللي تعبان. عايزين الدوله تبقى الدوله يعني تتحمل مسؤوليتها يا اخي على الاقل. الدوله لازم تتحمل. الدوله مش بتتحمل مسؤوليتها يا فندم؟ انا شايف الدوله بتتلاعب بافكار الشباب. بتتلاعب بافكار شايف الشباب. ان الدوله في ممثله في وزاره التموين بتتلاعب بمقدرات الشباب بتاعنا. والدوله هي بتوفر لنا بتضحك علينا ب 350 سياره. اهلا وسهلا يا فندم. 350 سياره ده النهارده يا فندم في مشروع واحد بس، لو جبنا واحد من رجال الاعمال هتلاقي عنده 350 سياره بتتكلم حضرتك عليهم دول. تمام. واحد بس من رجال الاعمال اللي في المصريين، لو فرضنا على انا عايز رجال الاعمال دي تشارك بقى في تنميه الشباب دي. طب انا اقول لحضرتك يا فندم خلينا نخلص يا استاذ عبد العزيز. اتفضل يا استاذ محمود. انا عاوز بقى نتكلم بقى كلام كده موزون بقى. انا عايز شايف ان الاستاذ رجال الاعمال لا لازم ما تتكلمش كلام موزون ولا ايه؟ بتكلم على نفسي استاذ عبد العزيز استاذي. اتفضل يا فندم. اخ فاضل اتفضل. انا بتكلم على الشباب اللي محتاج يشتغل فعلا. في رجال اعمال ايوه في ناس النهارده يا فندم انت بتتكلم في 350 عربيه وفرتهم الدوله للشباب. انا عندي كام رجل اعمال عنده 350 عربيه؟ كتير. فين بقى؟ فين مساهمات رجال الاعمال؟ ده موضوع ادعوا هنا رجال اعمال للمساهمه. يا فندم انا عايز بقى رجال الاعمال. وفي رجال اعمال بيطلع كل واحد من رجال الاعمال دي اللي عمالين، معلش يعني مش عايز اتكلم كلام مش كويس في برنامج محترم، اللي عمالين ينهبوا في فلوس الدوله واراضي الدوله. نظريه المؤامره. نظريه المؤامره اللي بيقولوا عليها دي حضرتك اللي هنسمعها كتير في كل برنامج. لا انا عايز بقى رجال الاعمال دي بقى تبتدي كده
نفرض عليهم حاجات كده، نجيبهم نقول عندنا 50 شاب هنا في المنطقة دي رجل أعمال يدعم الشباب دي، يديهم قروض، يديهم مش عارف ايه، يتصرف في، عايز منظومة بقى تفكر للشباب. عايزين نعدي بقى، نخطي الخطوة اللي احنا فيها دي. المرحلة اللي فاتت دي كلها احنا تعبنا والشباب تعب ومصر كلها تعبت، عمالين ننهار اقتصاديا، بننهار، مفيش دعم للشباب نهائيا. الشباب مره تقول لي مشروع بوتاجاز، فين عربيات البوتاجاز يا فندم؟ فين راحت؟ فين؟ ما هو الغاز دخل كتير. الغاز دخل كتير واتقفلت القليله. يا استاذ عبد العزيز، يا استاذ عبد العزيز، عايزين بقى نتكلم كلام يعني فعلا. احنا كدورنا كاعلاميين وناس مفكرين ان احنا نطرح الافكار للدوله ان هي تبتدي تعمل مشروعات للناس، بس المشروعات دي تكون يعني على قدر المسؤوليه من الدوله. عايز اتكلم في شاب اديله مشروع، اقول له المشروع ده ثمنه 150,000 جنيه، انت عليك 150,000 جنيه. ما قلتش ما التزمش، ما فعلا لو اعطيته ال 150,000 جنيه هيصرفهم. انا معاك في كده، معاك في كده، لكن انا بتكلم في مشروع ب 150,000 جنيه، الشاب يبتدي يسدد ال 150,000 جنيه دي باقساط. ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ ازاي هيسددوا يا استاذ محمود؟ يعني انت دلوقتي هتدي له الفلوس او هتدي له المشروع او هنجيب بعض رجال الاعمال؟ اعتبر ان انا مثلا احد رجال الاعمال مثلا يعني، وانا طبعا اعتز بانني محامي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، انا دلوقتي لو انا رجل اعمال وبجيب شباب علشان اديها قروض وما سددتليش فلوس، طب انا ايه مدى الاستفاده بتاعتي؟ التزام بنك يا فندم. ثواني بس يا فندم. مدى الاستفاده بتاعتي ان هم يقولوا رجل الاعمال فلان ادى قرض ل 200 واحد او 500 واحد علشان يشغلهم؟ ايه المشكله يعني؟ لا، اولا الصداقات والحاجات الثانيه دي في ناس بتعملها. انا بشوف ثروات رجال الاعمال. انا معاك يا استاذ محمود، انا معاك ان في رجال اعمال فاسدين وفي رجال اعمال ناجحين. الدوله بتمر بظروف صعبه، الدوله بتمر بظروف صعبه، كلنا معاك. انا معاك برضو، ما فيش مشكله. لكن رجال اعمال لا تمر بظروف صعبه يا استاذ محمود. في حاجه ثانيه، رجال اعمال تتحمل مسؤوليتها يا استاذ عبد العزيز. سيدي الفاضل، في لازم حضرتك تساندني في كده يا باشا. ماشي، انا ساندك يا استاذ محمود. انا عايزك تكون مع الشباب يا فندم. انا مع الحق، انا مع الحق ومع الشباب الذي يريد ان يعمل. فين يا فندم؟ لست مع الشباب اللي هيقعد. بتدافع عن وزاره؟ انا ما بدافعش عن 150 عربيه بتضحك علينا بيها وعلى الشباب عشان خاطر النهارده الموقع مش عارف ايه يقول طرح 350 سياره للشباب. يا استاذ محمود، ما انا هقول لك تاني، يقول لي طرح. هقول لك الفكره دي جت ازاي. انا عايز حاجه ملموسه في الشارع المصري. اتكلمنا عن مليون، عن المليون و500 طب انا سمعتك، اسمعني بقى للاخر. للشباب مش شايف اي تنفيذ لاي حاجه يا فندم. احنا دلوقتي نقول دلوقتي الفكره دي لما جت من منطلق السيارات اللي اتعملت بتاعه القوات المسلحه. الفكره ما جاتش من هباء، ان لما لقوها بتشتغل بالفعل فقال لك انا ليه ما شغلش الشباب وليه اعمل كذا واطرح كذا واطرح فلوس الشباب كذا. يا فندم ب 75,000 جنيه يا استاذ محمود منين؟ ما هو ما تقوليش منين. انا علشان ابدا مع احترامي بانسان ملوش له حقوق ومعلهوش واجبات مش هشتغل. الدستور نفسه، الشريعه نفسها بتقول ان انا ليا حقوق وعليا واجبات. انا حضرتك هديك مثل بسيط، انا لو عارف ما عليا من واجبات في بيتي اطالب بحقوقي بعد كده. لكن انا لو ما انا شايف ان الشباب مش ما يعرفوش في بعض ده. الشباب يا استاذ سامح انت بتجاهل الشباب وبتتهم برضو تاني. انت بتتهمني ان انا بواجه الشباب يا فندم؟ ده كلام حضرتك. انا لا يا استاذ سامح، بقول لك هناك بعض الشباب لا يريد ان يعمل، وهناك بعض من الشباب يبحث عن فرص عمل في اي مكان. طب الشباب اللي يبحث عن فرص عمل ده ما يملكش ال 73,000 جنيه؟ انا مش قصه ال 73,000 جنيه. معانا مين؟ استاذ محمود. الو. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمرو معاك يا باشا. استاذ عمرو، الاستاذ اللي بيتكلم على الشباب ومش الشباب، الشباب هتجيب منين فلوس يا باشا؟ الاستاذ عبد العزيز. هتجيب منين فلوس؟ لا، الواحد بيغلط في حق علبه السجاير يا باشا. هم الناس مش حاسين بحاجه اساسا. حضرتك الواحد ايه بيغلط ايه حق علبه السجاير؟ ان الشاب ما يعرفش يجيب علبه السجاير. مش مفيش فرص عمل في الدوله. طب ده كلام سجاير يعني؟ كمثال يعني. هو الاستاذ تمام تمام يعني. خلاص يا استاذ عمرو، بيتكلم في 73,000 جنيه. انا بديك مثال صغير بس. علبه السجاير ب 10 جنيه. بديك مثال للشاب اللي ما يعرفش يجيب علبه السجاير، مش هيجيب 73,000 عشان يبدا حياته ويدفع من جيبه. المفروض انت بتوفر فرص عمل للشاب، اديله فرص عمل وبعد كده هو هيسدد. طيب لك مش طيب يا استاذ عمرو، الاستاذ عبد العزيز هيوجه لحضرتك سؤال ممكن؟ اتفضل. استاذ عمرو، انت حضرتك بتشتغل ايه؟ انا شغال في شركه الحاق عماله. حضرتك الحاق عماله؟ يعني المفروض ان حضرتك بسم الله ما شاء الله بتتكلم على الشباب، مش بتتكلم عن نفسه يا استاذ عبد العزيز؟ ما اقصدش، انا لسه هسالك يا استاذ عمرو على حاجه بعد اذنك. اتفضل. هل الشباب اللي حضرتك بتقول بيدور على علبة السجاير ما بيجيبش ثمنها مثلا على سبيل المثال، هل هو بحث عن عمل وما لقاش؟ هل هو طرق اي باب وما لقاش؟ احنا عارفين ان فعلا عندنا بطالة في البلد، ما بقولش لا. عندنا فساد في مؤسسات، ما بقولش لا.
لكن زي ما عندنا كده عندنا برضو شباب ما بتحبش تشتغل. لا عندنا يا عزيز شباب المصريه بيحبوا يشتغلوا. انت تعال خش اي شركه الحاق عماله انت هتشوف كميه الشباب اللي عايزه تسافر بره. تصدق بالله استاذ عمرو هساله برضو حاجه؟ تصدق بالله لا 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 انا عندي ناس الاسبوع اللي فات اعلم ان كان شغال في شركات بترول صدقني ساب الشغل للاسف. يعني ناس بتلهس ورا وظيفه ورا حاجه وده انسان مستهتر جدا سابه. مش هقول لك مع احترام مثلا تشتغل في شركه بترول مثلا مرتبه كام؟ 3000 جنيه على الاقل. شكرا شكرا يا استاذ عمرو. يعني يا استاذ محمود الاستاذ عبد العزيز قال لك ان هناك شباب مستهتر ساب الشغل يعني الحكومي، فما ادراك ان يكون ايضا هذا الشباب هو الشباب المستهتر اللي حضرتك تتحدث عنه. يا فندم مش عايزين نفترض ان هي السوق في الشباب. ما انت حضرتك تفترض حضرتك افترضت ان هي السوق في الدوله. شباب كويس محتاج بس اللي يطبطب عليه، محتاج اللي يدعمه، محتاج اللي يوفر له الامكانيات، محتاج اللي يحاسب المؤسسات الحكوميه على أحمد. كم المصاريف. استاذ احمد نرجع لحضرتك. استاذ احمد السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. بس انا يعني مستغرب من كلام الاستاذ بيقول لك ان الشاب لازم يكون عليه ضغط عشان يشتغل، ولازم يعني عشان يكون عليه ضغط عشان يشتغل تضغط. استاذ عبد العزيز تضغطوا ب 75000 جنيه ولو معايا 75000 جنيه اروح اضغطوا ب 75000 جنيه. وبعدين المشروع الضخم اللي عاملاه الدوله ده كم عربيه حضرتك قلت لي؟ 350 يا فندم. 350 عربيه على 90 مليون مواطن يعني على حسب. لا 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 مش عايزين بقى نقول بقى على 90 مليون مواطن. طبعا ثواني بس يا جماعه. طب هنسمع طب هنسمع الاتصال. نسمعه نسمعه نسمعه. اتفضل يا استاذ. نسمعك يا استاذ. اتفضل يا فندم. يعني لما انا اعمل مشروع المفروض انه مشروع قومي للقضاء على البطاله اعمل 90 مليون عربيه. لا ما تعملش 90 مليون عربيه. امال اعمل ايه يا استاذ احمد؟ امال اعمل ايه؟ 350 هيشغلوا كم واحد؟ العربيه يشتغل عليها ثلاثه بكم أنا واحد؟ انا بسال حضرتك حوالي 1000 وشويه 1050 يعني 1000. يا استاذ احمد اسال حضرتك انت عندك خلفيه عن ان عندك البطاله في الشباب قد ايه على مستوى الدوله؟ ما اعرفش بس اللي اعرفه ان الدوله المسؤوله عن تشغيل الشباب دول توجد لهم فرص حقيقيه. ما تقوليش اوجد لهم فرصه اوجد لهم 350 عربيه. بس انا 350 عربيه ب 75000. وبرده حضرتك تاني في حاجه تاني حضرتك برضو انت دلوقتي بتقول ال 90 مليون، يعني هل ال 90 مليون عاطل في مصر؟ لا مش 90 مليون عاطل. بس طب امال ايه؟ هم 350 عاطل؟ هم 10000 عاطل. يا بيه ما قلتش انا بقول ده جزء من مشروع من ضمن المشاريع اللي موجوده. يا جماعه لما تحبوا تعملوا ابنه ما تهدموش. اسمعني لو سمحت لو اتفضل اتفضل. انا اعتراضي ان حضرتك بتقول لازم نضغط الشاب عشان يشتغل. هتضغط ازاي؟ ايوه لازم يبقى عليه التزام. التزام ايه؟ انا اجيب لك منين 75000 جنيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب انا اجيب لك منين 75000 جنيه عشان طيب يا سيد الفاضل لو انت بتطرح مشروعات معلش يعني يا استاذ احمد. طيب اتفضل اتفضل يا استاذ. حضرتك ممثل للدوله ولا حضرتك بتتكلم برايك؟ يا بيه انا بقول رايي. الدوله مش موجهه لحضرتك يا بيه. انا مش بتكلم عن انا مالي ومال الدوله. انا راجل محامي. انا بقى كلامي دلوقتي موجه للدوله مش لحضرتك. زي ما حضرتك ليك راي في الموضوع ده انا كمان ليا راي فيه. رايك على دماغنا مفهوم. اتفضل مع حضرتك لكن ده ما يعني ده ما يمس الشخص حضرتك في حاجه. ربنا يبارك فيك. انا اللي اقصده بس ان الدوله لما توفر يعني مشروع للشباب ما يبقاش مشروع مستفز زي كده. يعني وفر لنا تمام. مشروع تمام. يا حضرتك شايف ان 100 من الشباب يشغل استاذ احمد كتير. استاذ احمد شايف ان المشروع ده مستفز جدا؟ اجيب لك منين 75000 جنيه وانا مش لاقي شغل اصلا؟ شكرا شكرا يا استاذ احمد. اتفضل يا استاذ يا فندم. مشروع مستفز. انا خايف يكون استاذ احمد ده تبعك يا استاذ محمود. والله ما اعرف استاذ احمد ولا استاذ هقول لحضرتك على حاجه. لما اولا فكره المشروع حتى لو تقدم لها 30000 واحد وانا بس ال 30000 عطيناهم منهم 350 يعني بتضحك على الناس. طب ال 30000 موقفهم ايه يا فندم؟ رد عليا. ال 30000 دول موقفهم ايه؟ هتعمل معاهم ايه؟ عشمتهم وفي الاخر تقعد بقى الناس تقعد جنب الحيطه تستنى دورها؟ مفيش الكلام ده يا فندم. طب ما انت يا فندم الاموال المهدره الاموال المهدره في المؤسسات الحكوميه مصاريف الضيافه ومصاريف مش عارف ايه والكلام ده كله بس وعدم خط الاوراق. لا مش خط الاوراق يا فندم. اسمعني خد كلامي الاخر. اتفضل. عدم التنسيق ما بين المؤسسات الحكوميه في تخفيض حجم المصروفات اللي لو توفرت المصروفات دي هنقدر نعمل من خلالها مشروعات قوميه للشباب ومشاريع انتاجيه للشباب هنعمل حاجه للبلد دي. طول ما في فساد في المؤسسات الحكوميه بجميع انواعها والله ما هنتقدم. انا معاك في جزء ولا عمرنا هنكون دوله محترمه. انا معاك الا اذا حسبنا الفساد. احنا الحمد لله الا اذا جبنا الراجل المسؤول عن الفساد يا فندم. الراجل المسؤول عن ملفات الفساد في الدوله واللي يجي يحاسب الفساد لما نيجي احنا نحاسبه يبقى ما عملناش حاجه في الدوله. ليه يا فندم؟ الموضوع يا فندم انت خربت بقى الموضوع. انت كده دخلت في مركز المحاسبات يا فندم. وده مش موضوع بتكلم في مش نقاش يا فندم. في المؤسسات الحكوميه لو اتصلحت استاذ محمود هنقدر نوفر الاموال.